يوم في ماينكرافت لقيت نفسي بهذا المكان الغريب، وللأمانة حاولت انه اني اكثر من مرة انه اني ادخل ولكن بدون جدوى. شباب والله حرامات، شوفوا هذا المكان شنو الغريب الأمانة، ولكن الصدمة انه بهذا المكان موجود متاع يا عيال. والله شوفوا، واذا تلاحظون بنهاية هاي المتاع شباب، شوفوا خليكم الله شباب، صندوق دايموند، ولكن ما نقدر نفتحه حرامات شباب. والله العظيم ما ادري شنو صار اصلا، حتى هاي الحبة الديار ما اقدر اكسرها، كل شيء ما اقدر اسوي. والله العظيم ما ادري شنو اللي راح اسوي بالضبط شباب، شنو الار الجولم الموجود هنا. والله شباب شغلات غريبة عجيبة موجودة هنا، شنو هاي؟ اوكي مكتوب هنا open the chest and use the item. ده يقول لنا يعني خلي اترجم لكم شباب، يعني اعرفكم هواي من عندكم ما يعرف بالانجليزي. فاللي جاي يقوله هذا بكل بساطة، قال لي افتح الصندوق واستخدم الشغلات اللي موجودة داخل الصندوق. فخلنا نفتح الصندوق. هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي شباب؟ هاي شو عندنا هنا؟ اوكي عندنا هذا المنظار، اوكي نايس. اوكي الباب بعده ما ينفتح شباب، اذا نجرب نستخدم هذا الشيء. يا عفو الله الرحيم، لا شباب شنو هاي؟ او ماي جاد شباب، نقدر ننزل تحت؟ دقيقة شباب والله مصيبة، شنو هاي؟ اوكي فتحنا الباب، بعدنا ما نقدر نعبر شباب. اوكي خلينا نكبر شوي، اوكي خلينا نسد هذا الباب شباب. شلون ما ينسد هذا الباب؟ اي سديناه. شباب صرنا قزم، صرت قزم يا عيال. شو الصندوق؟ صندوق ما ينفتح حرامات. شو الصندوق الاحمر؟ هاي شنو هاي؟ تمثال ذهبي موجود هنا. عندنا هنا خيمه يا عفو الله. والله شباب للامانه العيشه بهاي الخيمه جدا اسطوري. هاي شنو هاي؟ لا شباب غرقنا. ايش صار؟ ما ادري للامانه ليش ما نقدر ندخل الى هاي الخيمه. والله ما ادري ايش السالفه شباب. عندنا تاج هنا يا عفو الله. اوكي شباب المتاهه نقدر ندخل للحين، ونقدر نشوف شكو داخله يمين بالله. اوكي حلو. شنو هذا التاج؟ واو شنو هاي؟ والله صرت جدا قزم يا عيال. عندنا بيت، تتوقعون نقدر ندخل هذا البيت شباب؟ والله امنيتي اتمنى. والله نقدر ندخل يا شباب، ليتس جو. او ماي جاد خلينا ندخل داخل هذا البيت ونشوف شكو موجود. شنو فاضي؟ فاضي ده البيت ليش؟ طيب اذا نكبر شوي. شنو صرنا فجأة بالطابق اللي بعده شباب. وهل اوكي حلو. شنو هاي؟ اوكي موجودة هاي البنية. سلام عليكم. شنو هذا؟ جدا صغير. شنو اكو بعد؟ اكو بنية. اوكي خلينا نستخدم هذه. ايش يسوي هذه؟ منظار، هذا منظار. اكو بنية ثانية موجودة هنا. حلو شباب، حلو. لا حلو. اوكي نقدر انه احنا نصعد بالطابق الثاني. هلا والله بنية. اوكي ندخل الطابق الثاني. ماي جاد يا عيال، ايش جاي يصير هنا؟ اوكي شنو عندنا هنا؟ شنو هاي؟ هذا بيت مال شو اسمه، بيت مال واحد صيني ثواني اعتقد. دقيقة ما نقدر نصعد فوق هذا البيت، انه بنصعد فوق هذا شو اسمه؟ مشكلة حتى بلوكات ما نقدر نستخدم، هاي المصيبة. اوكي حلو. رح نصعد. حرامات ما نقدر نصعد فوق هذا البيت شباب. والله شكله بيت صيني مرتب يمين بالله، شوفوا ما احلاه. والله الظاهر بيه مرة اسطوري. اوكي ما مضعنا. اوكي شنو هاي؟ اوكي صوت الايرون جولم. بالله وينه؟ الايرون جولم وين؟ ماي جاد هذا الايرون جولم. ماي جاد صارت ظلمت الدنيا. شنو هاي؟ ش نقدر نلعب شيء من هناك؟ والله غريب للامانه يا شباب، للامانه شيء جدا غريب. يعني تخيلوا يعني انا فقط. اوكي شباب ثواني نقدر ندخل ونشوف شنو موجود داخل هذا المكان. ماي جاد دخلنا شباب. والله ما توقعت راح يجي يوم وراح ادخل بهذا المكان. لا مو طرد الدنيا شباب. خلي راح اختبئ هنا داخل هذا المكان شباب. راح ادخل اختبئ داخل وين؟ داخل هذه القلعه. ماي جاد داخل القلعه. على الاقل هنا ماكو مطر. خلاص راح انتظر لين ما تصير الدنيا، لين ما تختفي المطر يعني. اوكي واخيرا صارت الدنيا، رجع شباب ما كانت. خلينا نكبر شوي. اوكي اكبر شوي ابو المور، حلوين. اوكي عندنا قلعه ثانيه، ما ادري شنو قلعه. القلعة مال رمال شباب، قلعة رملية. قطار ليتس جو. خلينا نصعد فوق القطار. ما نقدر نصعد من هاي الدرجة احنا. اوكي والله صعدنا شباب، ولكن ما شنو هاي؟ شكو داخل الصندوق؟ والله فاضي. لعبة الشطرنج. انا اكو فايت هنا، قتال. شلون اقدر نصعد القتال شباب؟ ماكو طريقة نصعد بها القتال؟ والله شكله ماكو. حلبة القتال. اوكي شنو هاي؟ دبدوب. عندنا دبدوب هنا. محرمات ما نقدر نصعد فوق الدبدوب. وين عندنا دبدوب طالع؟ وين صعد انت يا دبدوب؟ اوكي. نايس. لا شباب هذا المسبح ما نقدر نصعد له. لا حرمات
لا شباب لا لا. طيب اذا نصعد فوق الخروف فوق البلوكات ما يصير. يا الله يا الله. اوكي اوكي. شنو هاي؟ يا عفوا شو هالصندوق؟ قولي. اوكي اوكي هاي لعبة الاسهم. اوكي نايس. اوكي نجيبها بالنص شباب. ابلع هلا. ايزي ايزي بوي ايزي بوي. شنو هاي؟ مرة طلع الصندوق صغير مرة عملاق. شلون صارت هاي؟ والله مرة اجي عملاق ومرة صغير. وال شنو السالفة يا عيال؟ والله ربي ما ادري. اوه بوكيمون، البوكيمون هنا موجود. شنو هاي؟ شكو فوق؟ ما نقدر نصعد فوق شباب. والله شكلنا ما نقدر يا عيال. اول ذا كله شباب مو موضوعنا، موضوعنا الاساسي انه احنا لازم ندخل المتاهه ونكتشف شكو داخلها، لان الامانه انا جاي هذا المكان على مود المتاهه. شنو هاي؟ اتاري هاي؟ وين جدا قديمه شباب، هاي العاب مره قديمه يا عفو الله. والله لو كنا نقدر انه احنا نشغلها بيكون اشي مره بطل يمين بالله. شوفوا القريبه شلون مرسوم، وشوفوا انا شلون زعطوط. شوفوا وال شباب وال. شنو هاي الاقلام؟ شنو دخلنا داخل مكان الاقلام يا عفو الله؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ وين صرنا احنا؟ هاي ابو المور. وال شباب شوفوا وين دخلت. يم الاقلام يمين بالله. زين اكو عندي وحده ثانيه نقدر انه احنا نكبر من خلالها. اوكي اوكي شباب، ورب الكعبه تجربه جدا اسطوريه. ارنوبة الو ارنوبة. والله شباب اكو هواي شغلات نقدر انه احنا نسويها. شنو هذا؟ شو اسمه فضائي هذا؟ روبوت؟ يبي يبي والله روبوت. طيب احنا شنو 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 هاي العشب؟ خلينا نشيله. تتوقعون شباب نقدر نرفعها؟ والله مره ثقيله شباب، مستحيل. حجمي جدا صغير مقارنه بشو هاي، اقدر اعبر منانه تخيلوا يعني. مستحيل، انا جدا ضعيف شباب ما اقدر هاي ارفعها للامانه. اسحب عليها شباب، ما موضوعنا، موضوعنا اليوم لازم نروح باي طريقه. لوين نروح؟ الى المتاهه ونكتشف شكو داخل. يا عفوا شنو هاي الكواكب؟ اها ليتس جو شباب. هنا عندنا كوكب الشمس، هذا القمر شباب. دقيقة خليني اشوفكم. هذا القمر، هذا ما ادري اعتقد المريخ، هذا كوكب الارض، هذا كوكب زحل والزهراء وما ادري شنو. هواي كواكب هاي كوكب شو اسمه، مو كوكب هاي المجرة التبانة ما ادري شو اسمه شباب. اهم شيء هذه الشمس شباب، وهذا كوكب الارض احنا اللي عايشين هنا. اوكي فهذا يعتبر شيء مرة بطل. شنو الخزنة؟ موجودة خزنة هنا للامانة. اسحب على كل هذا شباب وخلينا ندخل الى المتاهة شباب. ماذا تتوقعون بالصندوق الدايموند؟ والله انا جد متوقع انه راح يطلع لنا الشيء او الترياق اللي راح يرجعنا شلون ما كنا احنا للامانه يعني. افتح الباب الاول، افتح الباب الثاني، ادخل ابو المور، ادخل ابو المور الى المتاهه يا عفو الله. او ماي جاد شباب، هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ ول 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 يا عيال. او ماي جاد، وين لازم نروح؟ دخلنا المتاهه للامانه، دخلنا دخلنا. نكمل اللي قدام؟ لا نروح، خلينا نكمل اللي قدام. اوكي هسه نحاول نفتر يسار. والشباب شنو هاي يا عفو الله الرحيم؟ اوكي تخيلوا يعني همزيان يعني يعني شوفوا تخيلوا لو كنت اصغر من كذا وين شو وصلني للنهايه، راح تصير مره عملاق على الاقل كذا يعني اقدر انه اني اخلص هاي المتاهه بطريقه جدا سريعه شباب واسرع. اوكي يعني تخيلوا لو كنت صغير زي كذا وين يعني حتى اروح لهذا المكان يردي مليار سنه على الاقل، هيك شوي كبير يعني تقريبا طولي ربع بلوكه يعني ربع بلوكه جدا جميل. اما هاي هنا وين شنو هاي؟ البلوك اطول مني عبالكم بيت عملاق شباب البلوك. اوكي خلي نكمل شباب وندور. هذا هذا شباب، هذا 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 شو اسمه الفنس الفنس الفنس، خلي نروح له. والله امشي حصلنا بوشة. شوفوا لاحظتوا الاسم صارت جدا صغيره شباب، اذا صغر نفسنا اكثر تتوقعون السم راح يكون اصغر. اوه شوف ايش قدوته. شوف ايش قدوته هذا السم، ايش صاير؟ شنو سم مره صغير يمين بالله وربي صار. اوكي ما موضوعنا هسه شباب، لازم نروح ونشوف باي طريقه وين توجد، او شباب لازم ندور على الصندوق بهاي المتال العملاقه مقارنه بيه يعني الامانه انا جدا شلون اقول لكم يعني يعني شنو هاي؟ هاي شكو؟ هاي جزر هنا يا عفو الله، هاي شكو؟ نقدر نكسرين؟ لا ما ينكسرن هذا. اي والله اخذناها. ليتس جو تحت تحت جزرايه. او ماي جاد جزرايه على قد حجمي. شنو هاي؟ جزر اكبر من عندي. هاي شنو هاي؟ القطيه مال بيبسي صارت اكبر من يمي. لك هاي شنو هاي؟ قطيه الكولا شباب خلنا ناخذها. هاي شنو هاي الشغلات اللي موجوده هنا؟ جبن 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 جبن، نايس. حلو 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 حلو، جيب الجبن. هاي شنو؟ ليش ما شفتهن قبل شوي من كنت كبير؟ اعتقد هذا فقط من اني زعطوط اقدر اشوفه ان شاء الله. لك شنو هاي؟ خبز خبز. شنو هاي الخبز؟ عبالكم شكل مانشستر بليت شباب. خبزه يعني حرفيا طريقه القص مالتها وطريقه التقطيع مالتها عبالكم تشست بليت. لا لا فلفل حار شباب، فلفل حار، انا ما اريد فلفل حار للامانه. اسحب عليه، تعال جيب لنا حليب 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 حليب.
حليب اوكي اخذ الحليب اوكي جيب الحليب هاشكو هاي هاي فواكه ما ادري شنو هاي شنو هاي بيض 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 شباب اوكي راح ندخل جوا البيض شباب اوكي والله دقيقة والله صرت شباب البيض اكبر من يمي والله اذا ننزل هنا او ماي جاد لا طحت والله نقدر ننزل يا عفو الله تخيلوا شباب البيض صار اكبر من عندي يمين بالله والشباب جاي يصير فخلص شباب ما موضوعنا طيب خلي نكمل اوكي نكبر شوي اوكي حلو كبرني الحين وين الصندوق هذا الصندوق هذا الصندوق شباب ما نقدر نعبر يا رب يا رب يا رب نقدر نعبر يا رب نقدر نعبر لا شباب ما يخل ما يصير لا والله حرام لو اقدر اعبر من هنا شباب بالتالي اقدر افتح هذا الصندوق شوفوا حتى السهم يعبر شباب والله يعبر السهم ول السهم يعبر شباب شوفوا الاسمون صارن ولكن انا ما اقدر ادخل والله جاي يرقص شباب ما ادري شنو السالفه روح 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 طيب احد نقدر نطلع من هنا حتى الطلعه مستحيله شباب والله اذا نكبر بعد شوي نقدر والله ممنوع شباب ممنوع ما يصير ما يصير ولكن الشيء الغريب ان السهم يقدر يعبر شوفوا السهم يعبر شباب ولكن انا ما اقدر اعبر حرامات ورب الكعبة اوكي نسحب عليه الفلفل لا ما اريد فلفل ما اريد فلفل حار ما اريد فلفل حار اوكي خلينا نرجع ونشوف انا في الطريق ثاني لان 100% شباب اكو طريق ثاني هو اللي راح يخلينا ندخل او اللي راح يخلينا نوصل الى متى 100% هذا الطريق شباب الطريق هذا اللي قدامنا اوكي نكمل شباب نكمل ونقول بسم الله وان شاء الله نوصل هاي شنو هاي اوكي عندنا طريق على اليمين هو المفروض هنا كله على اليسار راح يجي شباب ولكن ما تدري عليها المتى تجوز متى غريبه عجيبه يعني الامر مالتها فخلي نروح من هنا هاي شنو هاي اكو عندنا لمبه شنو هاي ما نقدر نعبر اوكي هم زين هم زين نقدر نعبر شباب والله توقعت انه اني ما راح اقدر اعبر نهائيا اوكي اوكي شباب ايه ايه وصلنا هذا مكان الصندوق 100% مكان الصندوق شباب ليتس جو ليتس جو ليتس جو وات شباب شنو هاي المتاهه يا عفو الله طيب شباب اذا نصغر شباب نصغر نصغر يا اخي اريد ادخل اريد ادخل من هنا ليش لماذا لماذا ممنوع علي الدخول يا عيال والله حرامات وربي طيب خلي نشوف لنا طريق ثاني شباب خلي نجرب مثلا نعبر من هذا نروح كل اللي قد او نروح من هاي الجهه مستحيل شباب من هاي الجهه يعني 100 شنو انا باقي صرت على طول اكبر اكبر ابو المور شنو هاي رد لك مليار سنه يلا تصعد طيب اذا نروح من هاي الجهه شباب والله خبلتني على متى شنو هاي وات شب الصندوق شرح وال والله ما خل لحس يا عيال يا عفو الله اي 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 شكو اي شكو والله ما خل لحس يا عيال لا تقولوا لي راح يرجع من البدايه لا تقولوا لي راح يرجع من البدايه والله انجلط ورب الكعبه انجلط هاي اعتقد اول مره نجي لهذا المكان شباب شنو ها والله ما ادري شباب اعتقد اول مره نجي له يب 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 اول مره نجي له اول مره نجي له شباب حرفيا اي شنو هاي مطره الدنيا لو 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 شباب انا صغير شباب خلينا نشوف ان راح انام بالجزر راح انام من الجزر شباب اوكي راح ابقى هنا وانتظر اوكي نحط لنا شلون نحط لنا باكت الحليب اوكي الباكت الحليب برا باكت الحليب وات اي هذا باكت الحليب شباب تتوقعون نقدر انه احنا ننام هنا حتى بهذا المكان الصغير شباب اذا نصغر بعد اكثر او لا بعد ما نقدر شباب اوكي اذا نصعد له بيكون شيء مره بطل شباب اوكي اذا نصعد كده لا مستحيل اوكي خلي اختبئ تحت الجزر شباب نختبئ تحت الجزر وانتظر لين ما تصير الدنيا ليل وهذا شباب هلا على الاقل هسه المطر ما دا يجينا اوكي خلاص راح انتظر لين ما يروح المطر اول مره تمام اوكي اعتقد راح المطر شباب والله العظيم هذا الجزر شباب جدا اسطوري يعني الامانه لو ما كان هذا الجزر كانت للامانه ما اقدر شنو هاي الجزر ما ينكسر هذا لماذا اسحب عليه طريقنا الى الصندوق يا شباب طريقنا الى الصندوق راح نوصل ما باقي شيء ما باقي شيء اوكي 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 مننا من هذا الاتجاه راح تجينا اول لوفه على اليسار شباب هذا هو خلاص فبالتالي راح نقدر نشوف شنو موجود داخل الصندوق والله يستر من الشغلات اللي داخل الصندوق انا جدا متحمس يا عيال اوكي خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم هاي شنو هاي ليش صرت بطيء اوكي السرعه 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 اوكي نستخدم هاي اي شباب لقينا الصندوق ورب الكعبة اوكي خلينا نتقدم شباب ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم افتح الصندوق افتح شنو هاي شباب الصندوق بعده ما ينفتح شنو السالفة دقيقة شباب اذا نسوينا كده ونطيع شباب لا او ماي جاد والله توقعت راح اموت يا عفو الله هاي شنو هاي جاي يصير ايش مكتوب هنا ثواني find the three keys ابحث عن الثلاث مفاتيح لك هاي شنو هاي لا شباب لا شنو اعطانا هنا تعويذة نايت فيجن اوكي لا طحنا
طحنا بالاوبر شباب، طلعوني طلعوني يا عفو الله يا عفو الله. لا شباب تورطنا، اي طلعوني ارجوكم يا عيال، ارجوكم طلعوني. كل ما اريد اطلع شباب يفتحين الصندوق هذا السبك يا عفو الله. طيب احنا ايش قد الطول مالتنا؟ زعطيك شباب لازم نشوف لنا طريقه. اوكي نستخدم هاي الاله يا اخي، اريد اكبر، اريد اصير كبير. لا شباب طلعوني يا عفو الله يا عفو الله، بليز يشتغل يا اخي، ما اريد اوبر، ما اريد اوبر يشتغل. لك عشان هاي، لا شباب شو اسوي الحين شو اسوي؟ اوكي انكسرنا بلوكه الديرت، حتى بلوكه الديرت ما تنكسر، حتى بلوكه الديرت ما تنكسر يا عفو الله. اوه ماي جاد. طيب ايش نسوي هسه مثلا؟ شو نسوي؟ نبقى نشمر على حالنا شباب. حلو حلو. اوكي شباب اول ما تجينا الطقه نحاول اكبر 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 يا امير اكبر. لا شباب شنو هاي الحشره التبن؟ لا شباب شنو هاي، انحشرنا حشره العمر يا عفو الله. حتى شو اسمه ما يجينا هذا. اكبر 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 بليز بليز. اوكي واخيرا واخيرا شباب كبرنا، والله توقعت انه انا راح ابقى كذا طول حياتي مؤمن بالله. همزيان همزيان كبرنا شباب، شوفوا كنا زعطيط ما نقدر نطلع من هذا الهوبر، ولكن همزيان شباب. طيب هسه نطق لنا هاي التعويذه مال نايت فيجن حتى نقدر نشوف بالظلمه. لا متى ثانيه طلعت؟ لا لا شباب مو كذا اتفقنا، لا 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 والله ما توقعت كذا يا عفو الله الرحيم. ماي جاد. لقينا اول صندوق، اول مفتاح، اول مفتاح شباب لقيناه. تعالوا شوفوا، خلينا نشوف هالمفتاح شباب ايش قدوته. هذا المفتاح الاول يا عفو الله لقيناه. باقي اثنين شباب، باقي اثنين. حلو 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 شباب، لازم انه احنا اوكي اجت لي فكره جباره شباب. شوفوا هسه مو اني اقدر اكسر البلوكات واخلي بلوكات، شوفوا هسه مو عندي اني تشيز هذا والش اسمه الجبن، اوكي الخبز انا اخليه هنا لان نعرف انه هذا الطريق دخلنا له. نجرب ندخل الحين بالطريقه الثانيه شباب. شنو هاي الطريق الثاني بيتفرع؟ الطريق الثاني بيتفرع يا عفو الله. اوكي نكمل اللي قدام شباب والله يستر، وان شاء الله نلاقي الشيء اللي احنا نريده. اوكي شنو هاي الصوت؟ اوكي خلينا ندخل من هنا 100% موجود شيء هنا 100% شباب 100%. والله شباب هاي متى معدله؟ هاي متى طلعت اصعب من اللي قبلها شباب يا عفو الله. شنو هاي التفرعات؟ اني وين؟ اني وين شباب؟ لا شنو هالخنقه؟ يا عفو الله وات وات شباب عشان شلون رجعت البدايه؟ ول شباب ول، ما توقعت كذا راح يصير فيني يمي بالله، والله ما توقعت انه انا راح ارجع للبدايه. ماي جاد. طيب على الاقل شباب نريد ندخل. اوكي لقينا الصندوق الثاني، حلو حلو حلو، يعني باقي مفتاح واحد، باقي مفتاح واحد شباب، ونحط لنا المفاتيح بالهوبر وخلاص بالتالي ينفتح عندنا الصندوق، وهذا وفزنا جي جي، فزنا جي جي بالغنيمة مال الصندوق. واريد ارجع عشان ما كنت الامانة شباب، ما اريد ابقى كذا حرفيا شباب، اريد ارجع امير الطبيعي. والله تعبت بشكل مو طبيعي شباب، تعبت. يلا قدرت يا اخي بليز، وانا الصندوق الاخير. لك هاي شنو؟ والله العظيم ما في عيال، الصندوق الاخير ما موجود. اوكي اوكي ايش صار؟ اوكي خلي اروح من هنا. هذا شباب، هذا واخيرا والله لقيناه ثلاثة يا عيال. ليتس جو ليتس جو ليتس جو، الحمد لله والشكر على كل حال يا عيال، قدرنا نحصلهن كلياتهن ورب الكعبة. نايس وربي نايس. طيب هسه اللي راح يصير هو كالاتي شباب، لازم ندورن على مكان الرجعة وندفع لنا ثلاث حبات هذول شو اسمين بس قولوا وياي المفاتيح وخلاص نشمرن بالهوبر. فبالتالي طيب المكان الرجعة وين؟ شنو ما راح نقدر نرجع هاي جاي يصير؟ طيب الخبز الرغيف، الخبز اللي خليناه وينه اصلا؟ ما جاي الاقيه. شنو هاي؟ شنو هاي شباب؟ والله العظيم ورطه هاي. اوكي خلينا نستغنى على كل هاي الشغلات، نحط فقط المفاتيح عندنا حتى بالتالي تكون عمليه الدفع اسهل. وات شباب شنو هاي؟ ما راح نطلع، ما راح نطلع من هذا المكان والله، حتى تخبلت شباب. شنو هذا الصندوق؟ خلاص بعد ما اريد حصلنا ثلاث مفاتيح. اي من هنا شباب، من هنا. اوكي فادفع المفتاح الاول، المفتاح الثاني، المفتاح الثالث، والحين شباب اجت اللحظه الحقيقيه والمناسبه اللي راح من خلالها راح نفتح هذا الصندوق. بس اعتقد نقدر نكسر شباب ونقدر نطلع من هذا المكان، بس ما نقدر ما نقدر شباب، ما نقدر مستحيل، حتى اذا نصعد ونحط لنا بلوكه ما نقدر، فلازم نفتح لنا على الصندوق على طول. ولكن قبل ان نفتح هذا الصندوق شباب لري من عندكم اسكن لكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات وتكتبوا لي بالتعليقات اذا استمتعتوا بهذا المقطع ام لا. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، 3 2 1 بوم.
بوم 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 بوم. هايش عندنا هنا شباب؟ او ماي جاد او ماي جاد. هواي شغلات. اول شيء عندنا شباب 15 بلوكت نذر رايت، حلو، 24 بلوكت دايمد، هذول الشغلات العاديه. هاي شنو هاي؟ دقيقه دقيقه دقيقه. ليتس جو شباب. واخيرا واخيرا رجعنا الى شكلنا الطبيعي. والله الحمد لله والشكر، هذا الترياق شباب. ليتس جو. ولكن غير كذا لا، وين حصلنا هواي شغلات ثانيه. هاي شنو هاي؟ نذر بلو، نذر ستار شباب. ايش تسوي؟ نذر ستار الزرقاء شباب، اللي شاف لاول مره شيء زي كذا خلي يحط لنا لايك، اوكي؟ طيب ايش عندنا بعد؟ ما ادري الصراحه للامانه، بعدين نجربها. هاي ايش تسوي الانفل شباب؟ طيب شنو هاي؟ لا لا شباب، لا 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 لا، صارت عندي انفل بالتشيست بليت مالتي. طنج طين. دقيقة دقيقة، ثواني شباب، خلنا نستخدم هذول. إذا مثلا نصعد لنا واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نصعد لنا خمس بلوكات ونسوينا طين. حلوة، لا حلوة، لا حلوة شباب، عجبتني عجبتني. إذا نرجع نجرب نصعد مرة ثانية شباب، نصعد مثلا هواي بلوكات اللي فوق شباب، كل البلوكات تستخدمين، ناخذ الإنفل اللي عندنا، واحد اثنين ثلاثة طين. لا لا، حلوة 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 الأمانة، جدا رائعة هاي. اوكي اوكي، ايش عندنا اخر بالصندوق؟ عندنا بوب سموك، اوكي بوم 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 بوم، اوكي حلو حلو، مقلب اخوك نايس. ايش عندنا بعد؟ اوه شفقه، حلو 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 الشفقه، اوكي نشوف الشفقه ايش تسوي. حلوه حلوه. باقي اخر شيء شباب، اللي هو الشيء اللي راح يخلينا او ماي جاد شباب، واو 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 واو، شنو هاي؟ بعد ما كنت زعطوط شباب، شوفوا شوفوا المدينة شلون جاي، شوفوا حرفيا، شوفوا المتاهة شباب، والله العظيم شي مرة اسطوري. شوفوا المكان اللي احنا كنا بيه، شوفوا جاي ادعس عليه برجلي كله شباب، بعد ما كنا زعطيط. شوفوا هاي الشغلات، وبعد هاي الشفقة جدا حلوة شباب. اذا نجرب ناخذ هاي طين. دقيقة ثواني شباب، خليني نبني ونصعد اللي فوق. توقعوا نقدر نبني؟ والله ما ادري شباب، صعبة العملية. ثواني خلينا نرجع الى شكلنا الطبيعي، نبني شوية بلوكات اللي فوق شباب، ونحاول نستخدم الشيء اللي خلينا عمالقة، تمام؟ وبعدين نجرب نطيح بالانفل، نجرب الانفل قوية او مو قوية، اوكي؟ عندنا بلوكات زيادة، والله لا كافي، اوكي نكبر الحين، هسه نجرب الانفل بعد ثلاث، اوكي نشير هاي الهات، ثلاث اثنين واحد طق. اوكي كل شيء ما صار، والله توقعت راح يصير شيء اقوى من كذا، ولكن للامانة طلع. ليش انا جاي اتعب حالي؟ لا لا للامانه شباب، يعني شكلي جدا عملاق والله. اذا نجرب واني زعطوط شباب، خلي نجرب ونحن جدا جدا زعطيط، يعني جدا زعطيط مثل قبل شوي شباب. ونجرب نستخدم هاي الانفل، شنو هاي؟ صرت بالقوه ده اقدر امشي، عفوا لا 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 مو لهي الدرجه شباب. اوكي ثواني خلي نجرب نمشي. تتوقع راح نموت او لا؟ تتوقع راح نموت او لا؟ شباب شنو هاي؟ الو اي شنو صرت اطير؟ ايش السالفه؟ يا عيال يا عيال ايش جاي يصير؟ وال اوكي طنج تو صارت فيا تو صارت فيا شباب، والله ما توقعت. طيب واحنا نجرب احنا شكلنا طبيعي، اوكي؟ او اني حجمي طبيعي، اوكي؟ انا حجمي طبيعي، لا عرفتني